معكم السعدية صنيبة، رئيسة الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية المسنين والتكافل الاجتماعي في سيدي علال البحراوي، المسيرة للمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين سيدي علال البحراوي. طبعا اليوم كنحتفلوا بذكرى عيد العرش المجيد. المسنين اقترحت عليهم الموضوع، فرحوا بزاف لأن جلالة الملك نصره الله بنى لهم هذا المركز الاجتماعي اللي عايشين فيه أحسن عيشة، وهما اليوم فرحانين بزاف لأننا كنخلدوا هذا الذكرى العظيمة. اليوم جاونا الناس جالية المغربية من خارج الأرض الوطن، من جميع الدول شاركونا هذا الحفل، وكذلك جاوا المطربين مغاربة معروفين بالأغانيهم الوطنية، وعلى رأسهم المطربة عزيزة جلال. الحمد لله بهذه الذكرى هذه وهذا التخليد ديالها، احنا فرحانين كمغاربة أحرار كنبغيو الوطن ديالنا وبشعار الله الوطن الملك. I'm Emily Fife. I'm here today because my host parent Huda, she's taken us to see a bit more of Moroccan culture. It's really nice to see all the really lovely people. They're so friendly and welcoming, and I'm really happy to be here. And it's really nice to see everyone get together like this. King, everyone seems to love the king. Yes. He seems like a lovely man. I hope he gets better soon. It's wonderful to see how much love all the people have for him. Like, and it's just a really nice place to be. الحمد لله بخير وعلى خير. حفل الله الله عمر هذا الحفل، مرحبا بهاد الناس اللي احتفلوا بينا، مرحبا بالناس بزاف، كلشي اللي جاي من بعيد ولا من قريب مرحبا به. وهاد السيده راه خدامه معانا، السيده راه طلعت فينا، السيده راه جمعت كلشي الناس، ما كانش شي واحد اللي كيتشكم من حاجه. الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. الصحراء مغربيه، مغرب صحرائها وصحراء في مغربيها، رغم حايد الحاقدين دين هنا راه 50 سنة هنا. قبل ما تكون هادي راه كنا في حي نصر 5 سنين، وانا هاد قدا الخميس يكمل لي 5 سنين نجاد 3/8/2018 وانا هنا. مالين فيكم من مالين فينا السيد هاد تهلات فينا زعما الحمد لله بخير وعلى خير، ما خصنا الداخل. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الفنان حميد بشتي، سفير الأغنية المغربية بالديار الفرنسية. نشاركوا في هذا الحفل ديال عيد العرش هنا في هذا المركز المسنين ب سيدي علال البحراوي، وانا جد فرحان بهذه المشاركه ديالي مع الناس اللي كل سنه كنجيو كنحتفلوا معاهم، وفرحانين. وكنشكر الاعلام لان كتجيو وكتشاركوا معنا فين ما مشينا، سيرتو بهذه المناسبات الوطنيه. جيت لهذا المركز الاجتماعي للمسنين وانا جد فرحان ان حس بهم، عندنا الاباء ديالنا وعندنا الامهات ديالنا، فكنبغيو نشاركوا معاهم فين ما كتعيطنا لاله السعديه، كنجيو بكل فرح والصدر فرحان. انا كما قلت لك انا سفير الاغنيه المغربيه، كنمثلوا سيدنا، كنمثلوا المغاربه كاملين كذلك في الديار الفرنسيه والبلجيكيه والمانيا، كاع الاوروب كنخدموا بهم وكنحتفلوا، ولكن كل سنه الاحتفال ديالي كنجي كنشارك هنا في المملكه المغربيه بلادي، وسيرتو مع الجمعيات والمنتديات. Okay, hello, this is Z. I'm from China. This is my first time to Morocco. I'm here for a volunteer program. I met a lot of nice and friendly people here. I really love Morocco and I really enjoy my time here. Thank you so much. Shukran. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.